شكرا 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 شكرا. اذا مرحبا بكم يا اطفال في حصتكم مع عمو يزيد، انتم واصدقائنا اللي راهم يشوفوا فينا عبر شاشه التلفاز. كن فرحانين لكم هنا اليوم؟ نعم. اذا انتم ثاني يا اطفال اللي حبيتوا تفرحوا كما هاد الاطفال اللي راهم معنا اليوم وحبيتوا تجوا تشاركوا معنا في هذه الحصه، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بهذا الشكل. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن يا أطفال لما تشاركوا باش تسجلوا عبر الإنترنت لازم تصبروا شوية لأن التسجيلات كثيرة والأطفال كامل حابين يجوا عند عمويزيد، عمويزيد حاب يستضيفكم كامل. شوية تاع الصبر وراح نكلمكم ويرن الهاتف عندكم إن شاء الله كيما أنتم يا أطفال. إذا مرحبا بكم في هذا اليوم هذا. على بالكم في هذه الفترة هذه كاين يوم مهم جدا، هو اليوم العالمي لمحو الأمية، لا جورني انترناسيونال دو لالفابيتيزاسيون. على بالكم يا أطفال باللي الجهل وقلة التعلم هو اللي يؤدي إلى التخلف. إذا بالعلم ترقى الأمم، هاد الشيء من بعد راح نشوفوه في الأغنية. وكذلك في هذه الفترة كذلك عندنا اليوم العالمي للإسعافات الأولية. الإسعافات الأولية لازم نعرفوا باللي كي نتحرقوا مثلا نديروا يدنا تحت الماء 15 دقيقة، ما نديروش البطاطا ولا الدونتيفريس، ولا مثلا عندك حرق دير يدك تحت الماء، الماء العادي لمدة 15 إلى 20 دقيقة مثلا. مثلا لما نجرحوا لازم الضمادات، لازم ديزانفيكتي لابلي، لازم نروحوا للمستشفى، لازم. اذا الاسعافات الاوليه مهمه جدا. مثلا لما تتجرح ولا ما لازمش تقول تكمل تلعب هكذا تقول معليش معليش، لا لا، لازم تروح للدار وتكلم مع والديك باش يديروا لك الاسعافات الاوليه، يضمدوا لك الجرح ويغلقوه ويديزانفيكتو كامل. يا اخي شيء مهم جدا. على بالكم في بدايه كل حصه نطرح عليكم لغز، تحبوا الالغاز؟ لغز اليوم يقول: شيء تحمله وفي نفس الوقت يحملك، ما هو؟ أعيد اللغز: شيء تحمله وفي نفس الوقت يحملك، ما هو يا ترى؟ على بال ابن شاطرين كامل راح نتفكروا في الجواب إلى غاية نهاية الحصة. أنتم وأصدقائنا اللي راهم يشاهدوا فينا يقدروا يجاوبوا على اللغز بهذه الطريقة. والشاطر يعطينا الحل. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذا فكروا في الجواب عن اللغز إلى غاية نهاية الحصة، أنتم كاع شاطرين. رايحين تعرفوا اليوم عن شخصية مهمة في الكفاح التحرير الوطني، هو شخصية أحمد رضا حوحو. إذا رايحين نكتشفوا هذه الشخصية مع خولة. تفضلي خولة، تصفيقة تصفيقة على خولة تصفيقة. إذا رحبوا معايا بخولة، مرحبا بك. تفضلي بنتي. السلام عليكم. جزائرنا تكثر فيها الشخصيات الخالدة، ومن ضمن هذه الشخصيات أحمد رضا حوحو، ناقد ساخر يهوى الفن والتمثيل والموسيقى، ويعزف على آلة العود. من مواليد سنة 1911 ميلادي ببلدة سيدي عقبة بسكرة. درس باللغتين العربية والفرنسية، وواصل تعليمه بالمدينة المنورة مهاجرا إليها رفقة أهله سنة 1935 ميلادي. تخرج من مدرسة العلوم الشرعية عام 1938 ميلادي، وعمل فيها بعد التخرج، كما شارك في تحرير مجلة المنهل بمكة المكرمة بقصص يترجمها من الأدب الفرنسي، ومقالات في مجلة الرابطة العربية المصرية.
عاد إلى الجزائر سنة 1946 بعد وفاة والديه، وانضم إلى جمعية العلماء المسلمين وعمل مدرسا فمديرا ثم مفتشا للتعليم، وعين مديرا لمدرسة التربية والتعليم التي كان الشيخ ابن بديس قد أسسها بنفسه، وبقي فيها ما يقارب سنتين. وفي 25 سبتمبر من 1946 نشر أول مقال في البصائر بعد عودتها إلى الصدور تحت عنوان خواطر حائر. وفي سنة 1948 انتخب عضوا في المجلس الإداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. في سنة 1949 وفي الأسبوع الثاني من شهر ماي شارك في مؤتمر باريس الدولي للسلام حيث مثل الجزائر خير تمثيل. وفي 27 أكتوبر قام بإنشاء جمعية مزهر القسنطيني للمسرح والموسيقى، ومن خلالها كان يعرض مسرحيات مثل ملكة غرناطة، بائعة الورود، البخيل. واشتغل أيضا في الصحافة، فكانت له مقالات في جريدة البصائر أثارت الكثير من الجدل والنقاش. يعتبر أحمد رضا حوحو رائد القصة القصيرة الجزائرية، فله بعض القصص منها ابن الوادي ويعفي النجم الأدبي والأديب الأخير. في 29 مارس 1956 اغتيل محافظ الشرطة بقسنطينة، واعتقل حوحو مساء ذلك اليوم ليعتقل بسجن كدية، ومنه حول إلى جبل الوحش المشرف على مدينة قسنطينة وتم إعدامه هناك. كان أحمد رضا حوحو شهيد النضال، نضال الكلمة والوطن. برافو 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 خولة، برافو 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 برافو. إذن أحمد رضا حوحو رحمه الله. يا أطفال، تكلمنا مقبلة عن الأمية. الأمية لازم نحاربها بكل سلاح. يا أخي كاين ناس أميين لازم نساعدوهم. عبالكم بلي كاين جمعيات ناشطة في هذا المجال محو الأمية. عمو يزيد دالكم أغنية ندخل فيها لا للأمية السوداء، تغنوها كامل معايا. يلا معايا. ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء، ألف باء للنور نور العقل لما يستعو في الظلماء، ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء، ألف باء للنور نور العقل لما يستعو في الظلماء. صارت في العلياء لما العلم ينورها، أمم صارت في الظلماء لما الجهل يدمرها، أمم صارت في العلياء لما العلم ينورها، أمم صارت في الظلماء لما الجهل يدمرها. أعرف ألفا أعرف يعني أبي يعني أبي، أعرف ألفا أعرف يعني أبي وأمي، ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء، ألف باء للنور نور العقل لما يسمع في الظلماء. بالعلم تعلو الهمة يرفع قدري بين الناس، بالجهل أفقد علما يفر مني كل الناس، بالعلم تعلو الهمة يرفع قدري بين الناس، بالجهل أفقد علما يفر مني كل الناس، بالعلم أحلى حياة فيها النور فيها النور، بالجهل يعني جحيم إلا ظلام ظلام، ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء، ألف باء للنور نور العقل لما يسمع في الظلماء.
نجحت في دربي تمت فرحتهم أهلي علي أرد لهم خيرا يوم أبدأ في عملي لما نجحت في دربي تمت فرحتهم أهلي علي أرد لهم خيرا يوم أبدأ في عملي هذا العلم يحيي الأمة بعد ممات هذا الجهل فيه ظلمة يعني ممات ممات ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء ألف باء للنور نور العقل لما يستوفي الظلماء بالعلم يرضى ربي يرفع قدري منزلتي يسمو خلقي وأدبي يعلو ديني معرفتي بالعلم يرضى ربي يرفع قدري منزلتي يسمو خلقي وأدبي يعلو ديني معرفتي هذا العلم يحيي الأمة بعد ممات هذا الجهل فيه ظلمة يعني ممات ممات ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء ألف باء للنور نور العقل لما يستوفي الظلماء ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء ألف باء للنور نور العقل لما يستوفي الظلماء برافو 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 إذن يا أطفال الأمية هي التي تدمر الأمم بالعلم ترقى الأمم إذن ننتظر فيكم باش تكونوا حاجة كبيرة بالعلم وتكونوا شاطرين في الدراسة تاعكم يا أخي يا أطفال هذا وعد شكرا شكرا تحبوا ألعاب الخفاء إذن نروحوا كامل مع منور الدين اللي جانا مدينة تيارت في ألعاب الخفاء تفضل منور الدين إذن صديقة العمو نور الدين تفضل 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 برافو 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 عمو نور الدين برافو عمو نور الدين ولكن يا اطفال اللعبه اللي دارها عمو نور الدين جميله ولكن انتوما ما لازمش تلعبوا بالنار يا اخي النار يكون دائما بعيد عليكم النار للكبار واحد يحب يشعل الغاز ولا يقول ماما ولا بابا ولا اختي ولا خويا هو يشعلوا الغاز يكون كبير ما تمسوش كامل النار يا اخي نحبوكم وماذا بينا ما تتاذوش يا اطفال إذن عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية جميلة هي حكاية الثعلب الذي يأكل القمر يلا معنا إذن يا أطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية الثعلب الذي يأكل القمر
واحد النهار واحد الثعلب الماكر في الغابة كان يمشي في الغابة يبحث عن فريسة، كان جوعان جوعان جوعان، يمشي يمشي تلقى مع قطة هرة، تلقاها قال لها ايه، قال لها انت يا صغيرة بزاف لا تغني من جوع، ما لكن معليش حاجة قليلة خير من ما كانش ناكلك. قالت له استنى 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 استنى، قالت له ما تاكلنيش ما تاكل، قال لها لا لا ناكلك. ومن بعد هذيك القطة ذكية ذكية، قالت له تحب الجبن، قال لها أحب الجبن، قالت له ما تاكلنيش أنا روح نوري لك وين كاين الجبن. راحوا كان الليل المغرب هكذا، دات لواحد البئر كان الضوء تاع القمر يسطع في البئر هذاك وتصور له كل جبن كي خبزة الجبن هكذا، طلت هكذا قالت له هاوليك هاوليك الجبن. ايه قال لها صح هو ماكر ولكن ماشي ذكي. ايه صح صح، قال لها بصح دوك الجبن هذا كاش نجيبوه؟ قالت له شوف انا نهبط نهبط نجيب لك الجبن. هما كان زوج بيادن هكذا يهبطوا في البير، هي هبطت في البيدون الاولاني القطه، ومن بعد قالت له لازم تعال 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 باش نرفدوا الجبن جاني ثقيل بزاف. بعد هو ركب في البيدون الثاني هكذا، لما نزل هكذا هي طلعت طلعت وخبت هذاك البيدون وربطت هذاك الحبيله باش ما يعاودش يطلع. قالها طلعيني طلعيني. قالت له حبيت تمكر بيا انا يا حبيت تاكلني اقعد تمك. عمو يزيد عمو يزيد استخلصهم حكايه اليوم، الذكاء ينفع صاحبه. برافو 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 بوبي برافو برافو، اذا الذكاء ينفع صاحبه، لازم نكونوا اذكياء يا اطفال يا اخي. يلا عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ إذن لازم نكونوا أذكياء، الذكاء ينجي صاحبه. لحقنا دركا الركن اللي نحبونا بزاف، راح نقراو بريد عمو يزيد الرسائل اللي توصلنا. بوبي شوف لنا واش كاين رسائل اليوم. شوف هاد الرسائل هادو يجونا من عند الأطفال اللي يحبونا ونحبوهم. أعطينا الرسائل بوبي. شكرا شكرا، برافو 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 برافو. إذا بإمكانكم ترسلونا يا أطفال عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com، تروحوا للزرار آراء وملاحظات ثم اللي تبعتونا الرسالة نتاعكم باش نقراوها لكم هنا. إذا الرسالة الأولى تقول، افتحوها، الرسالة الأولى من عند طاهر جبار 12 سنة من سيدي بلعباس. إذا سيدي بلعباس خيار الناس نسلموا عليهم كامل، قال لك شابة هاد الحصة. ربي طول عمرك طاهر، أنت تاني شباب، ربي يخليك ربي يخليك. هذه إذا الرسالة الثانية تقول تاني من عند زين الدين عرور 14 سنة من مدينة بجاية. الله الله على ناس بجاية. يقول نحبك يا عمو يزيد، يا زين الدين عمو يزيد ثاني يحبك 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 ويحبكم كامل يا أطفال وناس بجاية. مرحبا بكم مرحبا بكم، جميل 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 جدا. هذه الرسائل هذو دائما يفرحوني بزاف أنا كي يجوني هذه الرسائل. رسالة أخرى تقول من عند منير بوخروبة من الشهبونية ولاية المدية، عنده 8 سنوات، يقول لك القصص رائعة، يحب القصص كيما أنتوما تحبوا القصص. إذن منير حنا ثاني نحبوك من الشهبونية من ولاية المدية، 8 سنوات، يحب القصص، قال لك رائعة رائعة، وأنت كذلك رائع يا منير. الرسالة الموالية تقول لك هذه من ورقلة، خير ناس ناس ورقلة، مرحبا بكم نحبوكم بزاف يا ناس ورقلة. إذن وذان ألاء 12 سنة قالت لك أريد المشاركة معكم لأنني أحبكم. ألاء بنتي حنا ثاني نحبوك وان شاء الله مادام شاركتي باش تحضري معنا راح نكلموك في الهاتف وتحضري معنا كيما هاد الاطفال هادو اللي كلمناهم. اخر رساله اخر رساله تقول انا متشوق باش نقراها. جمامع وليد 6 سنوات من قريه عين النور دائره تلاغ ولايه سيدي بلعباس، خيار ناس سيدي بلعباس، مرحبا بكم وناس تلاغ كذلك. قال لك احبكم واريد المشاركه. اذا يا وليد مادام انك سجلت في المشاركه حتما راح نكلمك في التليفون باش تحضر معنا، حنا ثاني نحبوك نحبوك يا وليد. اذا بوبي احتفظنا بهذه الرسائل الجميله هذه راح نحتفظوا بها،
ودركا الحقنا الركن النكت. شكون اللي عنده نكتة يجي يحكيها لي؟ نكتة اون بلاغ ولا شكون 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 شكون؟ تعالي بنتي ارواحي تعالي اقعدي بنتي. واسمك بنتي؟ سارة. سارة وين تسكني سارة؟ في ولاية بازا. اي مدينة؟ فوكا. في فوكا؟ الله يبارك، خير الناس خير الناس. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد نهار جحا وليدو كان عند المعلمة يقرأ، عيطت المعلمة لجحا قالت له اروح تشوف وليدك واش راه يدير. كي جاء قالت له وليدك رمى كارت متاقة. بعد قال وليدي واش درت؟ قال له رميت كارت متاقة. كي راحت المعلمة عيطت لهذاك كارت، هذاك كارت ماشي كارت تاع الورق، كارت طفل واسمه كارت المهم تاعك. شكرا شكرا. تعالي بنتي تعالي 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 انتي انتي يا بنتي تعالي اروحي اروحي اقعدي. واسمك؟ مريم. مريم وين تسكني مريم؟ مرسي. في مرسي، الله يبارك. ناس مرسيليا كاع الجاليه الجزائريين سلموا عليكم في كاع ربوع العالم. تعرفي شوية عربية بنتي؟ un peu d'arabe؟ un peu؟ اوكي. tu t'es enregistré à partir du site؟ c'est ça؟ tu aimes cette émission؟ tu l'as déjà vue؟ تحبيها؟ شحال في عمرك؟ quel âge tu as؟ 7 ans. 7 ans؟ tu vas à l'école؟ tu travailles bien à l'école؟ excellent excellent. donc بنتي مرحبا بك، bienvenue، مرحبا بك، مرحبا بك بنتي. شكون تعالي بنتي، تعالي، تعالي، تعالي. تعالي اروحي تعالي اروحي. واسمك بنتي؟ نور الهدى. وين تسكني نور الهدى؟ في البلي في البليدة؟ ها مدية. ها في مدية، مدية تنسيها كاع، مدية بلاد التاريخ وبلاد الثقافة وبلاد الشهداء والمجاهدين. مدية عندها ثقافة كبيرة وعندها تاريخ كبير مدية. يا اخي بنتي نفتخر بها احنا يا مدية، بلاد حسن الحسني، بلاد سي الجغلالي الشهيد. يا اخي الله يبارك بنتي. عندك واش تقولي لنا الاطفال اللي يشوفوا فينا وكامل؟ تسلمي عليهم؟ تحبيهم؟ اه برافو. وتقراي مليح بنتي؟ ايه. الله يبارك. اذا تروحي تسلمي لنا كاع الناس مديه يا اخي بنتي. برافو برافو برافو. اذا يا اطفال الحقنا دركا الجواب عن اللغز. جواب عن اللغز. شيء تحمله وفي نفس الوقت يحملك، ما هو؟ شكون اللي عارفه؟ تعال تعال تعال. عرفته كامل شاطرين هكذا. واسمك وليدي؟ اليمين. اليمين وين تسكن؟ بومرداس. بومرداس خيار الناس خيار الناس. سلمنا عليهم كامل كي تروح. ها وش هو الجواب؟ الجواب هو الروح. لا لا ماشي الروح. شيء تعالي بنتي، شيء تحمله وفي نفس الوقت يحملك. واسمك بنتي؟ أميرة. وين تسكني أميرة؟ باب الزوار. باب الزوار خير الناس. واش هو الجواب؟ الهاتف. لا لا ماشي الهاتف. تفضلي بنتي تعالي تعالي. عاودي ذكريهم باسمك. سارة. من فوكا خير الناس. واش هو الجواب؟ الرجلين. لا 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 ماكيش بعيدة على الجواب، ولكن ماشي الرجلين. شيء تحمله وفي نفس الوقت يحملك، ما هو؟ ماهوش بعيد عن الرجلين. تعالي. واسمك بنتي؟ هاديل. هاديل وين تسكني هاديل؟ في فوكا. في فوكا واش هو الجواب؟ الاسم. لا لا ماشي الاسم. تعالي تعالي قولي لهم اسمك. ميليسا. ميليسا شحال في عمرك ميليسا؟ ثمان سنوات. ثمان سنوات الله يبارك. واش هو الجواب؟ اليدين. لا لا ماشي اليدين ماشي لي. تعالي انت يا اروحي بنتي. واسمك؟ ملك. وين تسكني ملك؟ باب الزوار. باب الزوار واش هو الجواب؟ الحذاء. الحذاء برافو. اذا الجواب هو الحذاء. اعطيني الهديه تاع الشطره هذه، اعطيني الهديه. اذا شيء تحمله ويحملك هو الحذاء. حنا الشاطرين نعطوهم هديه. عندك ان شوب كوب مع عمو يزيد ان شاء الله تستفادي به، وعندك ثلاث سيديهات تاع عمو يزيد. في سنتين عمو يزيد دالكم ثلاثه تاع السيديهات اللي مدوهم هدايا مهدات من طرف رامي. في كل سيدي عندك 22 اغنيه تستفادي بهم ان شاء الله. يا اخي
تفضلي بنتي، احنا نحبوا الشاطرين. بالتوفيق بالتوفيق بالتوفيق. عندنا عيد ميلاد محمد امين، تعال محمد امين، اروح ولدي، تعال تعال اروح. محمد شحال في عمرك؟ سبعة. شحال في عمرك؟ سبعة. سبع ايام؟ سبع سنوات. سبع سمانات؟ سبع سنوات. اه سنوات، عم بالي سبع شهور، شفتوا؟ وين تسكن؟ تموشنت. عين تموشنت، الله يبارك. عين تموشنت مدينة كذلك جاي على البحر راه؟ بنصاف ورجقون وكامل ياك؟ تروحوا البحر. إذا مدينة عين تموشنت من بين المدن الساحلية الجزائرية اللي نفتخروا بها، وفيها فيها شواطئ جميلة جميلة، وحتى الثقافة، ثقافة مدينة عين تموشنت معروفة، معروفة بالفن التقليدي، معروفة ب حتى الجمعيات نتاعها، عندهم جمعيات تاع البارود، عندهم يعني شيء جميل جميل الثقافات الجزائرية. إذا عين تموشنت نحييكم. اليوم راك معنا مدام، بعت لنا خمس قسيمات من علب حليب رامي على صندوق بالي 42 ألف استوالي الجزائر العاصمة. إذن احنا راح نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الجاتو ديالو، روحوا جيبوا لنا الجاتو، وأنا مع أصدقائي نغنوا له، التحقوا بيا، نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد. يلا عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، يبارك فيك ويزيد، وقل لك عيد ميلاد سعيد. من قبلك نتمنى صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لك 100 سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لك 100 سنة وتعيش أيامها أفراح. أحلى الأوقات نزهل نمرح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشمعك فيها زرعناها، باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. اذا محمد امين ياك، محمد امين. سبعة ستة خمسة ربعة ثلاثة زوج واحد. برافو 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 برافو. اذا اعطي لي الشهادة نتاعو، اعطي لي الشهادة نتاعو. اذا هذه الشهادة نشي محمد أمين، هذه الشهادة هي شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد كامل. لما تخرجوا تسيبوا شهادة كامل هكذا تسنى فيكم برا باش تدوها معكم كذكرى من مشاركتكم في حصة مع عمو يزيد، هذه تاعك. وانت مادام بعت لنا خمس قسيمات من علب حليب رامي على صندوق بريد 42 ألف استوالي العاصمة، رايح راعي
البرنامج يهدي لك هذه الدراجة الجميلة اللي راهي هنا. إذن بالصحة عليك وليدي، وتحياتنا لكاع ناس تموشنت، وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نفس التوقيت نفس القناة، نحبوكم يا أطفال. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.